المفروض ان احنا هنعمل مراجعة بسيطة او نتذكر ما سبق، تمام، قبل ما نبدأ الايه المنهج بتاعنا الجديد. خلاص، احنا في السنين اللي فاتت طبعا انتوا عارفين السنة بتاعتكم اللي هي منهج لسه اول سنة اول دفعة يتطبق عليه. خلاص، فكنا واخدين مناهج غير المناهج الجديدة خالص بتاعت اولى اعدادي بتاعت السنة اللي فاتت. فطبعا السنين اللي فاتت بتاعت رابعة وخمسة وستة اخدنا حاجات وهيترتب عليها او هنكمل عليها السنه دي ان شاء الله في اولى اعدادي. طب احنا السنين اللي فاتت دي اخدنا ايه؟ عرفنا ايه؟ ايه المعلومات المهمه اللي المفروض هتفضل معايا، خدتها في رابعه وخدتها في خمسه وخدتها في سته، بعد كده هنكمل عليها في اولى وثانيه وثالثه اعدادي، ايه الحاجات الاساسيه اللي المفروض تبقى معايا؟ احنا عرفنا السنين اللي فاتت مع بعض ان في حاجه اسمها قارات ومحيطات. قارات ومحيطات، طب يعني ايه قارات ومحيطات يا مس؟ اخدنا ان الكره الارضيه بتاعتنا تتكون من يابس وماء، تتكون من يابس وماء. اليابس اللي هو عباره عن ايه؟ اليابس اللي هو عباره عن قارات، يابس اللي هو عباره عن قارات، ولكن الماء اللي هو بيتمثل فيه المحيطات. الماء بيتمثل فيه ايه؟ في المحيطات. خلاص، يبقى تاني انا عندي العالم بتاعنا او الكره الارضيه بتتكون من يابس وماء، اليابس اللي هو القارات والماء اللي هو الايه المحيطات. خلاص كده. طيب انا عندي كام قارة؟ مين فاكر عندنا كام قارة؟ هسأل عبد الرحمن، افتح لك المايك. عندنا كام قارة يا عبد الرحمن؟ فتحت لك المايك. 7 قارات يا ميس، 7 قارات، تعرف تقولهم يا عبد الرحمن؟ قارة أفريقيا وقارة آسيا وقارة أوروبا وقارة أستراليا وأفريقيا الجنوبية وأفريقيا الشمالية. تمام، برافو عليك، شاطر. يبقى احنا عندنا كام قارة؟ عندنا 7 قارات، 7 قارات، آسيا أفريقيا وأوروبا وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا وإنتر كاتيكا أو القارة القطبية الإيه؟ الجنوبية. طب أنا عندي القارات بتاعتي دي إحنا بنقسمها إلى قارات العالم القديم وقارات العالم الجديد. قارات العالم القديم وقارات العالم الجديد، مين يعرف يقول لي إيه هي قارات العالم القديم؟ أروى إسلام. قارات العالم القديم اللي هي إيه يا أروى؟ طيب هدايا، هدايا، آسيا وأفريقيا، آسيا وأفريقيا وأوروبا. آسيا وأفريقيا وأوروبا. تمام، برافو عليك. وهنا قارات العالم الجديد إيه هي يا هنا؟ يلا يا هنا، قارة أمريكا الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية وقارة أستراليا وقارة أنتاركتيكا القطب الجنوبي. تمام، برافو عليك. يبقى انا عندي هنا بينقسم يا ولاد القارات بتاعتي الى قارات عالم قديم وقارات عالم جديد. بس احنا ليه مسمينها قارات عالم قديم؟ يعني هي ليه اصلا اسمها قارات العالم القديم؟ ليه اشمعنى اسيا واوروبا وافريقيا اللي احنا قلنا عليهم قارات العالم القديم؟ قلنا عليهم قارات العالم القديم يا ولاد لان الانسان اتخلق فيها وعاش فيها وفضل عايش فيها لحد ما اكتشف قارات العالم الايه؟ الجديد. خلاص، يبقى حياته بدات، الانسان حياته بدات فين؟ في الجزء القديم اللي هو قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، وبعد كده بعد مرور فترات طويلة والاستكشافات اللي حصلت بدأوا يكتشفوا إيه؟ قارات العالم الجديد. خلاص؟ الصوت واطي قوي، سامعني كويس؟ أنا هفتح كده الصوت عند محمد جمال، سامعني كويس؟ راهب سامعني؟ الصوت عندك واضح؟ أيوة طيب خلاص يا ولاد. طيب احنا قلنا قارات العالم القديم هي قارة آسيا وأفريقيا وأوروبا، آسيا وأفريقيا وأوروبا. قارات العالم الجديد أمريكا الشمالية، أمريكا الجنوبية، أستراليا، القارة القطبية.
انتر كانت خلاص. احاول اجي على الاخر. انا معليها الاخر حاجه ولا تمام، نحاول نعلي الصوت عندنا. طيب لو جه بصينا هنا لقيته بيقول لي ان قارات العالم هي اسيا وافريقيا واوروبا وامريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه والقاره القطبيه الجنوبيه واستراليا. المحيطات، احنا عندنا كام بقى محيط؟ عندنا 5 محيطات. عندنا ايه؟ 5 محيطات: المحيط الهادي، المحيط الاطلنطي، المحيط الهندي، المتجمد الجنوبي والمتجمد الشمالي. كل ده احنا واخدينه في الرابعه. خلاص؟ يبقى المحيط الهادي، المحيط الهادي اللي هو هتلاقيه في اخر ايه؟ في اخر الشرق والغرب من الخريطه. هو احنا عندنا محيطين؟ يعني انا عندي محيط هادي ومحيط هادي، ولا هما الاثنين واحد؟ لا هما الاثنين واحد، بس احنا ايه؟ فاردين الكوره بتاعتنا، الكوره الارضيه احنا فاردينها عشان خاطر نقعد ندرس عليها. خلاص؟ يعني احنا لما جينا نرسم الخريطه ما رسمناهاش كوره، فردناها. فالمحيط الهادي موجود في اقصى شرق الخريطه، اقصى غربها. خلاص؟ المحيط الاطلنطي اللي هو ما بين امريكتين واوروبا وافريقيا، الهندي اللي هو تحت اسيا، والمتجمد الجنوبي والمتجمد الشمالي. خلاص كده؟ يبقى انا عندي كام محيط؟ 5 محيطات. عندي كام قاره؟ 7 قارات. خلاص؟ يبقى المحيطات اللي هو بيمثل الماء، بيمثل الميه. القارات اللي بتمثل اليابس. يبقى المحيطات في العالم هو الهادي، الأطلنطي، الهندي، القطب الجنوبي والقطب الايه؟ والقطب الشمالي. طيب احنا كده خلصنا القارات اللي احنا اخدناها السنه اللي فاتت، وخلصنا المحيطات اللي احنا اخدناها قبل كده قصدي. تمام؟ احنا اخدنا ايه تاني في المناهج اللي فاتت؟ اخدنا مصر، خدنا موقع اسمه موقع جغرافي والموقع الفلكي. الموقع الجغرافي والموقع الفلكي. نحاول نعلي الصوت شوية يا ولاد، وممكن الصوت يبقى هادي لكن ممكن تكونوا سامعيني. يعني نعلي الصوت عندكم شوية بحيث ان الصوت تبقى سامعني. يوسف، يوسف مؤمن، فتحت لك المايك مش الشوط الشواطي. واطي بس مسموع يعني. تمام؟ طب خلاص. طيب نيجي كده نبص مع بعض. هي احنا خدنا قبل كده مصر موجوده فين يا ولاد؟ موجوده فين بالنسبه للعالم؟ محمد هفتح لك المايك. مصر موجوده فين؟ بإفريقيا مثلا، في افريقيا. فين في افريقيا يا محمد؟ شبل شرق. برافو عليك، برافو عليك يا محمد. احنا اخدنا ان افريقيا، ان مصر تقع، او جمهورية مصر العربية تقع فين؟ في الشمال الشرقي لقارة ايه؟ لقارة افريقيا. الشمال الشرقي لقارة افريقيا. طب اخدنا عليها ايه كمان؟ اخدنا ان هي ملتقى قارات العالم القديم. يعني ايه ملتقى قارات العالم القديم؟ لو بصينا كده في الخريطة معايا هنلاقي ان مصر موجودة فين؟ في ملتقى قارة اسيا وافريقيا واوروبا. تمام؟ في ملتقى قارات العالم القديم. تمام؟ طيب بيحط بيها ايه؟ بيحط بيها بحرين مهمين جدا. ايه هم البحرين المهمين جدا دول؟ اللي هو البحر المتوسط في الشمال، ومن الشرق البحر الايه؟ البحر الاحمر. خلاص؟ واليابس من جهتين، اللي هي جهه الغرب والجنوب. جنوب مصر ايه يا ولاد؟ محمد انور، جنوب مصر ايه؟ محمد انور فتحت لك المايك، قول لي كده جنوب مصر. جنوب مصر مثلا لسه داخل دلوقتي. ايوه انا عارفه، انا بعمل مراجعه اللي فات. مصر جنوبها ايه؟ جنوب الحدود حدود مصر الجنوبيه مين؟ السودان، دوله. بتبقى جنب السودان. ماشي يا محمد. طب يلا يا آية، أمال غرب مصر دولة إيه؟ يلا يا آية،
غرب مصر دولة ايه يعني؟ طيب برا برا غرب مصر دولة ايه؟ طيب آدم، آدم عثمان. ليبيا يا مس. ليبيا يا مس. تمام، برافو عليك. ماشي يا عمر، حاول تسمع معايا يا عمر، بس الصوت هادي شوية، بس حاول تسمع كويس. يبقى تاني، أنا عندي يحيط بها اليابس من الغرب والجنوب، اليابس من الغرب والجنوب، خلاص، من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الإيه؟ البحر الأحمر. تعد قلب الوطن العربي اللي بيمتد بين قارتي آسيا وأفريقيا. فاكرين الوطن العربي اللي احنا أخدناه في الصف السادس؟ الوطن العربي دي عبارة عن مجموعة من الدول العربية تشترك في الإيه؟ في نفس الإيه؟ الفصائل، اللغة والخصائص والعادات والتقاليد، خلاص، والدين. يبقى هي دي الوطن الإيه؟ الوطن العربي اللي بيمتد ما بين قارة آسيا وأفريقيا، خلاص. يبقى أنا لو اتكلمت عن موقع مصر هقول إن هي تقع في الركن الشمالي الشرقي لقارة أفريقيا، يحيط بها من الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الأحمر، يحيط بها اليابس من الغرب والجنوب، قلنا من الغرب دولة ليبيا، ومن الجنوب دولة السودان. تعد قلب الوطن العربي اللي بيمتد بين قارتي آسيا وإيه؟ آسيا وأفريقيا، خلاص كده؟ طيب، أهمية موقع مصر بقى يا ولاد، يعني إحنا أخدنا بقى موقع مصر، خلاص عرفنا هي مكانها فين بالظبط بالنسبة للإيه؟ للقارات اللي حوالين منها. إيه أهميتها؟ قلنا إن كان بيساعد موقعها الجغرافي على تسهيل الاتصال بجيرانها تجاريا وحضاريا، وكانت مركز تجاري ومعبر للتجارة الدولية بين الشرق والإيه؟ بين الشرق والغرب. ماشي يا آية، حاولي تفتحيه بعد كده معايا. خلاص، يبقى أهمية موقع مصر إيه يا أولاد؟ قلنا بتساعد موقعها الجغرافي ده على تسهيل الاتصال بجيرانها. يعني إيه الكلام ده؟ يعني شايفين إحنا موقعنا فين؟ شايفين في الخريطة؟ موجودين في في أقصى الشمال الشرق لقارة إيه؟ لقارة أفريقيا، فهنقدر نتواصل بسهولة مع قارة مين؟ مع قارة آسيا. نقدر نتواصل بسهوله مع قاره اوروبا، نقدر نتواصل بسهوله مع جميع مع ما بقيت قاره ايه؟ افريقيا، خلاص؟ سواء بقى ايه بنعمل تجاري ما بيننا او ننقل الحضاره ايه؟ من مكان لمكان او من دوله لدوله، خلاص؟ يبقى تاني، انا الموقع الجغرافي ساعد على تسهيل الاتصال بجيرانها تجاريا وايه؟ وحضاريا. كانت مركز تجاري ومعبر للتجاره الدوليه بين الشرق. يعني احنا عارفين من قبل اصلا قناه السويس بتاعتنا، ودايما الطريق التجاري كان بيعبر البحر الاحمر عشان يقدر ايه يوصل للبحر المتوسط، ومن خلاله يبتدي ينتقل الى ايه؟ الى اوروبا والعالم الثاني. تمام؟ طيب، كان بينتقل عن طريق مين؟ عشان يعدي من البحر الاحمر للبحر المتوسط، اذا لازم يمر بمين؟ يمر بمصر. خلاص؟ يبقى كانت مصر طول عمرها ايه؟ معبر ايه؟ تجاري. وزادت الأهمية بعد فتح قناة الإيه؟ بعد حفر قناة السويس. زادت الأهمية بعد فتح أو بعد حفر قناة السويس. خلاص؟ يبقى أهمية موقع مصر إيه؟ ساعد موقعها الجغرافي على تسهيل الاتصال بجيرانها تجاريا وحضاريا، وكان مركز تجاري ومعبر للتجارة الدولية بين الشرق والإيه؟ والغرب. يبقى بما تفسر، يلا يا ريتاج، أهمية موقع مصر. بما تفسر أهمية موقع مصر للريتاج. فتحت لك المايك ريتاج، سامعاني؟ طيب يلا يا ليان، بما تفسر أهمية موقع مصر يا ليان. فتحته لك تاني، فتحتيه وقفلتي. أنا ليا دور ولا مين يا مس؟ ايوه، قولي. بما تفسر يا ليان، أيوة.
ساعد موقعها الجغرافي على تسهيل الاتصال بجيرانها، كان مركز للتجارة، معبر كانت مركزا تجاريا ومعبر للتجارة، دولة بين الشرق والغرب. تمام، عايز تجاوب انت يا عمرو حسين؟ عمرو حسين يلا يا عمر. عمر حسين، بما تفسر يا عمر أهمية موقع مصر؟ أيوة يا بس يلا قول. ساعد على تسهيل الاتصال بجيرانها تجاريا وحضاريا، كانت مركزا تجاريا ومعبرا للتجارة الدولية بين الشرق والغرب. تمام، خلاص كده الجزء ده ايه واخدينه قبل كده وفهمناه. ايه بقى نشوف اهميه موقع مصر تجاريا قديما وحديثا. الجزء ده احنا واخدينه قبل كده. مين اللي دخل باسم ايفون 5؟ هفتح لك المايك تقولي لي اسمه. اهميه موقع مصر تجاريا تجاريا قديما وحديثا. احنا قلنا قديما موقع مصر التجاري اللي كنا بيستخدموه في التجارة كان بيبقى عن طريق إيه؟ عن طريق نهر النيل، عن طريق نهر النيل. خلاص، المصريين عاشوا على ضفافه وقاموا بأعمال الزراعة. تمام، استخدم كطريق للتجارة بين شمال وجنوب مصر وما بين مصر ودول وسط أفريقيا. ما بين مصر ودول وسط إيه؟ وسط أفريقيا. إزاي يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنا عندي نهر النيل، أول ما الإنسان بقى إيه استقر حوالين منه اتعلم الايه الزراعه، وبعد كده بدا يستخدم نهر النيل ده ان هو ينقل التجاره من شمال مصر لحد جنوب ايه لحد جنوب مصر. احنا عارفين ان نهر النيل يا ولاد بياخد ايه، بيمتد من اول شمال مصر كده لحد الجنوب. تمام، وبعد كده من مصر ودول وسط ايه بين مصر ودول وسط افريقيا. خلاص، وساعد على قيام الحضاره المصريه القديمه وازدهار الاقتصاد المصري. لو انا قال لي بقى اهميه نهر النيل، أهمية نهر النيل في مصر، هنقول إن المصريين عاشوا على ضفافه، قاموا بأعمال الزراعة، استخدم كطريق للتجارة بين شمال وجنوب مصر وبين مصر ووسط أفريقيا، وساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة وازدهار الاقتصاد الإيه؟ وازدهار الاقتصاد المصري. طب هما كانوا بيستخدموا نهر النيل بس في التجارة أو كطرق تجارية؟ لا طبعا، قبل حفر قناة السويس كانت مصر مركز تجاري بين قارة آسيا شرقا وقارة أوروبا غربا، فكانت السفن تقطع طريق رأس الرجاء الصالح حول إيه؟ حول أفريقيا. تعالي كده نبص مع بعض إيه اللي كان بيحصل زمان خالص قبل ما نحفر قناة السويس. إيه اللي بيحصل يا ولاد؟ كانت طرق التجارة بتيجي تعدي على البحر الأحمر وتقدر، وبعد كده تنزل عندنا في مصر، تنزل في عندنا في مصر في شبه جزيرة سيناء، تعبرها ايه بري. تمام، وبعد كده يبقوا يرجعوا للبحر المتوسط تاني لحد ما اكتشفوا طريق رأس الرجاء الصالح. طريق رأس الرجاء الصالح اللي هو عامل ازاي؟ بصوا كده معايا، اللي هو بيعدي من البحر الأحمر ويفضل يلف حوالين ايه، حوالين قارة أفريقيا لحد ما يوصلوا ايه، لحد ما يوصلوا لأوروبا. طبعا الطريق ده كان بياخد وقت طويل جدا عبال ما يوصلهم ايه للمكان اللي هم عاوزينه. لحد ما ايه اللي حصل بقى، حفرنا قناة السويس. لما حفروا قناة السويس بقى يعدوا بقى من البحر الأحمر ويفضلوا ماشيين لحد قناة السويس ويطلعوا على الايه، على البحر الايه المتوسط. خلاص، يعني قناة السويس وفرت عليهم وقت كتير جدا. تمام، لو جينا بقى حديثا، قلنا قناة السويس تضاعفت أهمية الموقع بعد حفر قناة السويس، وترتب على حفرها توفير الوقت والمال وتقليل مدة الإبحار بين آسيا وإيه؟ بين آسيا وأوروبا. خلاص كده؟ قناة السويس الجديدة اللي هي اتعملت سنة 2015، فاكرينها؟ إحنا واخدينها قبل كده واخدين أهمية. بعد حفرها زادت أهمية موقع مصر، لأن ده ساعد على تقليل زمن مرور السفن واستيعاب سفن أكبر حملا حجما وحمولة والسماح بمرور السفن في الاتجاه. خلاص؟ يبقى تاني، انا عندي قناة السويس اهميتها ايه؟ قناة السويس اهميتها ايه؟ بتوفر الوقت والمال وتقليل مدة الابحار بين اسيا واوروبا، تقليل مدة الابحار بين اسيا واوروبا.
خلاص. طيب قناة السويس الجديدة عملت إيه؟ زودت الأهمية بتاعت مين؟ بتاعت موقع مصر. ليه؟ لأنه ساعد على تقليل زمن مرور السفينة. يعني السفينة بعد ما كانت بتاخد 20 ساعة في المشوار بتاعها، في الطريق بتاعها، لا بقت بتاخد 11 ساعة بس. واستيعاب سفن أكبر في الحجم والحمولة، بقت بتاخد سفن أكبر في الحجم. خلاص؟ السماح بمرور السفن في الاتجاهين. تمام كده؟ يبقى دي أهمية قناة السويس إيه؟ الجديدة، أو النتائج اللي ترتبت على حفظ قناة السويس الجديدة. تمام؟ عبد الرحمن قول معايا كده، النتائج اللي ترتبت على حفظ قناة السويس الجديدة. سامعاكي يا عبد الرحمن قول. هذا حفاظ التأمين موقع مصر هذه على تقريب من زمن مرور السفينة واستيعاب السفن الأكبر حجم الحمولة سماح مرور السفن في اتجاهين. تمام يا عبد الرحمن، برافو عليك. طب يلا يا مصطفى، بس عيب قولي أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر. فتحت لك المايك يا مصطفى. مصطفى طيب، هدايا يلا قولي يا هدايا كده تمام، بس أهمية نهر. طيب قولي يا مصطفى ثانية، هدايا أهمية نهر النيل بالنسبة لمصر. كانوا بيعيش على الضفات بتاعته عشان بيعيش على الضفات بتاعته، وبيقوموا بأعمال الزراعة، تمام، إيه كمان؟ واستخدموا كمان كطريق للملاحة، كطريق تمام، للتجارة. أيوه، وكمان ساعد على قيام الحضارة المصرية. ماشي. استخدم كطريق التجارة بين شمال وجنوب مصر وبين مصر ودول وسط إيه؟ بين وسط أفريقيا، وساعد على قيام الحضارة المصرية القديمة وازدهار اقتصاد مصر. خلاص كده؟ تمام؟ طب يلا يا هدايا، عشان أنا خليتك تفتح المايك ما قلتيش، إحنا قلنا قبل حفر قناة السويس كانت السفن بتقطع طريق اسمه طريق ايه يا هدايا؟ السلام حضرتك يا مدام. بقول لك يا هدايا، قبل حفر قناة السويس كانت السفن تقطع طريق اسمه طريق ايه؟ رأس الرجاء الصالح. طريق رأس الرجاء الصالح. خلاص كده؟ طيب ماشي يا هدايا، شكرا. طيب احنا اللي احنا كنا بنتكلم فيه ده كلته اسمه الموقع الايه؟ اسمه الموقع الفلكي، الموقع الجغرافي. خلاص؟ دلوقتي بقى احنا هنتكلم عن الموقع الفلكي. مين فاكر الموقع الفلكي يا ولاد؟ فاكرين احنا خدناه في رابعه وخدناه في خمسه واخدناه في سته. الموقع الفلكي هو موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. ايه موضوع بقى خطوط الطول ودوائر العرض؟ هي الارض دي مخططه؟ احنا مخططينها؟ لا مش مخططين. امال معموله ازاي؟ امال ليه موضوع خطوط الطول ودوائر العرض دي شكل احداثيات عملوها العلماء على مجسمات الكره الارضيه، على مجسمات الكره الارضيه او على الفرائض لتسهيل الدراسه ايه عليها وتحديد الايه؟ تحديد المواقع. تمام؟ ده بيساعدني ان انا اقدر اقول حاجه اسمها موقع فلكي، موقع المكان بالنسبه لخطوط الطول ودوائر العرض. طب احنا دوائر العرض دي عباره عن ايه وخطوط الطول دي عباره عن ايه؟ انا عندي دوائر العرض هي عبارة عن دوائر وهمية أفقية تحيط بالكرة الأرضية، عبارة عن دوائر أفقية تمام بالعرض تحيط بالكرة الإيه؟ بالكرة الأرضية. طب هل الدوائر دي كلها بعضها متساوية في المساحة بتاعتها؟ قول يا معتز، يلا يا معتز كده قول، الدوائر دي كلها قد بعضها؟ دوائر العرض قد بعضها؟ متساوية؟ بس هو الاسم بتاعي المفروض يكون بعاد، بس هو ما معتز. بعرفش اغيره. هو اسم بعاد، بس هو ما بعرفش اغيره كده. علي صوتك انا سامعاه. معتز سامعني؟ بس انا ما بعرفش اغير اللي هو اسمي، هو اسم بعاد.
ماشي نعاس. انا قولي عايز بقى اقول لك دوائر العرض ميه متساوية. الدخول، دوائر العرض متساوية لا غير متساوية، أفقية أفقية أفقية. أفقية غير متساوية يا معاذ. ماشي، يبقى أنا عندي دوائر العرض عبارة عن إيه يا أولاد؟ قلنا دي دوائر أفقية غير متساوية، يعني الدوائر مش قد بعضها، متوازية. يعني متوازية أنت واخدها، يعني الاتنين ماشيين في نفس بعض كده، خلاص؟ طيب، أكبر دايرة عندي دائرة، أكبر دايرة عندي هي دائرة رهف، رهف تامر. رهف، أنا فتحت لك المايك. نعم، أكبر دايرة هي دائرة إيه؟ أكبر دايرة من دوائر العرض. احنا واخدين اكبر دايرة، دايرة ايه؟ دائرة الاستواء. تمام، درجتها كام يا رب؟ نعم، درجتها كام؟ المفروض درجتها قد ايه؟ تسعين دائرة في نفس الكرة الأرضية. لا مش 90، درجتها صفر. ماشي يا رب. بص يا ست، احنا عندنا دوائر العرض دي يا اولاد هي عباره عن دوائر وهميه. يعني وهميه يعني مش موجوده في الحقيقه، دي موجوده على المجسمات بتاعه الكره الارضيه بس، تحيط بالكره الارضيه. خلاص، عندنا الدائره الرئيسيه بتاعتي هي دائره الاستواء، درجتها صفر. دائره الاستواء درجتها صفر. انا عندي دائره الاستواء دي يا اولاد اللي هي بتبقى موجوده في النص اهي، موجودة في نص الكرة الأرضية. خلاص، أقسم الكرة الأرضية إلى نصفين متساويين، شمالي وجنوبي. تمام، حاضر يا رب. ثانية واحدة كده، كده سامعني؟ هنا كده صحيح؟ سامعني كده كويس؟ ايش يعني كده أفضل من الأول يا ولد؟ هو برضه بيقطع شوية، يعني يجي شوية ويقطع شوية، والصوت يوطى مرة واحدة. الصوت بيوطى مرة واحدة؟ ايوه زي دلوقتي كده. طيب أنا هحاول أظبط الصوت ما عندي كده، وأنت يبقى تاني. انا عندي دوائر العرض، دوائر العرض عبارة عن دوائر وهمية، دوائر وهمية افقية تحيط بالكرة الايه، تحيط بالكرة الارضية، تحيط بالكرة الارضية. انا دائرة الاستواء درجتها صفر. بتقسم الكرة الارضية الى نصفين، بتقسم الكرة الارضية الى ايه؟ الى نصفين. نصف ايه؟ نصف شمالي ونصف جنوبي. تقسم الكرة الأرضية إلى نصفين، نصف شمالي ونصف جنوبي. خلاص، عاملة كده زي في النص من الإيه؟ خلاص؟ يمين تمام؟ الصوت واطي خالص. برضه ها واطي واطي خالص. يعني الأول الأكبر.
الأول كان قصدي هنا. لا من اول الحصه لغايه دلوقتي برضو لسه واطي. مش عارفة بقى الجد ولا ايه، انا عندي معليه صوت على الاخر. الدنيا عندي تمام خالص، وانا شغالة عندها حصص بنحاول نسمع مع بعض يا ولاد. انا هحاول اقرب، يبقى احنا كده عرفنا دوائر العرض. حد تاني اي تصرف عرض 180 دائرة عرض، 180 دائرة عرض، ال 180 دول مقسمين الى 90 دائرة فوق دائرة و90 دائرة جنوب دائرة الاستواء. يبقى تاني انا عندي 180 دائرة عرض، والدائرة العرض اللي يضرب في من هنا في النص اللي هي دائرة الاستواء فوق دائرة الاستواء، دائرة الاستواء عندي ايه؟ 90 دائرة. عندي على ايه جنوب دائرة الاستواء دائرة برضه. ناس نعم يا ريان، نعم يا ريان، انا مش ناس فاكرة. وصلت يا بيعلي. او حاجه مش عارفه، انا عندي السماعه الصغيره والصغيره بيها قبل كده، وعندي السماعه خالص كمان. طب سامعني كده كويس؟ الصوت كده أوضح؟ يا ميسر يا رب يكون الصوت كده أوضح. طيب تمام، يبقى خلاص كده احنا عرفنا دوائر العرض يا ولاد. قلنا دي عبارة عن دوائر ايه؟ وهمية أفقية تحيط بالكرة الأرضية. أنا عندي الدايرة الرئيسية بتاعتي اسمها دائرة استواء درجتها صفر، فوق منها أو شمالها في 90 دائرة وجنوبها في 90 دائرة. خلاص يبقى مجموعهم الاتنين عبارة عن ايه؟ 180 دائرة. عندي 180 دائرة عرض. تمام؟ طيب بينما خطوط الطول بقى عبارة عن ايه؟ خطوط الطول أنصاف دوائر. نخلي بالنا لأن الأولاد هنا بإيه؟ بتتلخبط. أنا عندي خطوط الطول أنصاف دوائر، بينما دوائر العرض دي دايرة كاملة. دايرة كاملة بتحيط بالكرة الأرضية، يعني حوالين الكرة الأرضية. لكن دوائر خطوط الطول دي أنصاف دوائر. خلاص؟ أنصاف دوائر بقى بتبدأ منين؟ بتبدأ عند القطب الشمالي وبتنتهي عند القطب الجنوبي. تمام؟ بيبلغ عددها قد إيه؟ 360 خط طول. يبقى أنا عندي كام خط طول؟ 360 خط طول. طب انا عندي الخط الطول الرئيسي اسمه خط جرينت، ده اول خط اتكتب درجته قد ايه؟ درجته صفر. خط جرينت ده بيقسم عند الكره الارضيه نصين، نص شرقي ونص غربي، نصف شرقي ونصف غربي. النصف الشرقي فيه 180 خط طول، والنصف الغربي فيه 180 خط طول. اذا انا عندي كام خط طول؟ 360 خط طول. تمام؟ يبقى انا عندي كام خط طول؟ 360، 180 في الشرق و180 في الغرب. اللي بيقسم عندي الكره الارضيه لنصفين شرقي وغربي هو خط جرينت، درجته صفر. تمام كده؟ خلاص؟ يبقى عباره عن انصاف دوائر بيبدا منين؟ من القطب الشمالي وبينتهي عند القطب الجنوبي. عدده قد ايه؟ 360 خط طول. بيقسمهم الطول، الخط الطول الرئيسي اللي هو خط جرينتش درجته صفر، حيث يقع 180 خط طول شرق خط جرينتش و180 خط طول غرب خط جرينتش. تمام كده؟ يبقى انا عندي الخط الرئيسي هو جرينتش درجته صفر، ودائرة العرض الرئيسية هي دائرة الاستواء درجتها صفر. خلاص؟ يبقى احنا كده خلصنا دوائر العرض وخطوط الطول.
طب ايه علاقة دوائر العرض بخطوط الطول بالموقع الفلكي؟ ما هو انا بقى لما باجي اقول انا عايزه اخد موقع الفلكي للمكان، عايزه اقول مثلا موقع الفلكي لمصر، هشوفها هي المنطقه اللي انا عايزه احددها دي تقع بين دائرتي عرض كام وكام، وتقع ما بين خطي طول كام وكام. اذا انا كده بحدد ايه الموقع الفلكي، يبقى انا كده في فرق ما بين الموقع الفلكي والموقع الجغرافي. انا بقول الموقع الجغرافي انا بوصف المكان بالنسبه اللي حوالين منه. انا اشوف مثلا موقع الجغرافي لمنطقه اقول شمالها مثلا بحر، وجنوبها مثلا دوله كذا، غربها ايه، شرقها في جبال. انا كده بوصف المكان بالنسبه للايه، وصف جغرافي بالنسبه اللي حوالين مني. لكن الموقع الفلكي انا بشوف المكان اللي انا عايزه احدده او عايزه اشوف الموقع بتاعه ما بين خطي طول كام وكام، وما بين دائرتي عرض كام وكام. انا كده بحدد عندي موقع الايه، الموقع الفلكي. خلاص كده اتفهمت؟ تمام. في حد عنده اي سؤال؟ تعالي كده مع بعض يا اولاد، احنا عندنا دوائر العرض ليها اهميه وخطوط الطول ليها اهميه. ايه هي اهميه دوائر العرض؟ أهمية دوائر العرض إيه؟ بتحدد لي موقع المكان شمال وجنوب دائرة الاستواء. يعني لو أنا عندي الدولة بتاعتي مثلا تقع في الجزء الشمالي، هقول ده كده في الجزء الشمالي من الكرة الأرضية، أي الجزء الشمالي من دائرة الاستواء. الجزء الجنوبي في الجزء الجنوبي من الكرة الأرضية، الجزء الجنوبي من دائرة الاستواء. خلاص؟ يبقى أنا بتحدد لي إيه؟ بتحدد لي شمال أو جنوب دائرة الاستواء. طب إيه كمان دوائر العرض بتعمل عندي إيه؟ تقسيم العالم إلى مناطق حرارية وأقاليم مناخية. بتساعدني في معرفة الأقاليم المناخية اللي إيه؟ اللي موجودة في العالم. أنا عندي مثلا لما أعرف إن في ناس أو في مدينة أو في دولة موجودة عند دائرة الاستواء، يبقى أنا أعرف كده إن هي موجودة إيه؟ في الإقليم المناخي الاستوائي مثلا، أو شبه الاستوائي، أو الإقليم المدني حوالين منها، وأقول إن درجة الحرارة مثلا هنا إيه؟ ارتفع درجة الحرارة هنا ارتفع طوال العام في أمطار طوال العام، وابتدي أوصف الإقليم من خلال دوائر العرض. يبقى دوائر العرض بتساعدني على إيه؟ تقسم العالم إلى مناطق حرارية وأقاليم مناخية. تقسم العالم إلى إيه؟ مناطق حرارية وأقاليم مناخية. طيب عندي خطوط الطول. خطوط الطول بتحدد عندي موقع شرق وغرب خط جرينتش. شرق وغرب خط جرينتش. اللي موجودة في الشرق شرق الكرة الأرضية خط جرينتش، غرب الكرة الأرضية هو غرب خط إيه؟ جرينتش. بتساعدني في إن أنا بحدد الزمن والفروق والتقليد بين الأماكن على سطح الأرض، ودي إحنا خدناها بالتفصيل في سنة رابعة ابتدائي، مين فاكرها؟ يعني مثلا إحنا بنقول عندنا دلوقتي الساعة كام؟ الساعة دلوقتي مثلا 11:30 مثلا، بتبقى موجودة في الساعة كام مثلا في لندن؟ بتبقى الساعة مثلا هنقول مثلا موجوده مثلا 10 في لندن، او نقول مثلا الساعه 7 في لندن. الساعه كام؟ الساعه 12 في السعوديه. الساعه مثلا 5 في الصين. طب احنا عرفنا منين ان في فروق توقيت؟ انا اعرف منين دلوقتي انا قاعده مكاني كده ان الساعه دلوقتي في المنطقه الفلانيه الساعه كذا؟ اعرفها من خلال ايه؟ من خلال خطوط الطول. بعرفها من خلال خطوط الطول. كل دوله تقع عنده خطوط طول معينه، من خلال خطوط الطول دي اقدر احسب ايه؟ اقدر احسب الساعه كام عندهم. تمام؟ يبقى هتحدد لي الزمن وفروق التوقيت بين الاماكن على سطح الارض. يبقى انا لو جه قال لي بما تفسر اهميه دوائر العرض، هقول تحديد الموقع شمال وجنوب دائره الاستواء بتقسم لي العالم الى مناطق حراريه ومناخيه. طيب اهميه او بما تفسر اهميه خطوط الطول ساعدت على ايه؟ تحديد الموقع في شرق وغرب جرينتش، بتحدد الزمن وفروق التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض. تمام كده؟ يلا يا هنا، هنا إبراهيم، قولي لي كده بما تفسر أهمية دوائر العرض. هنا فتحت لك المايك يا هنا.
طيب عبد الله، قولي يا عبد الله كده معايا، أهمية خطوط الطول إيه يا عبد الله؟ أهمية خطوط الطول، تمام. تحديد الموقع شمال وجنوب دائرة الاستواء، تقسيم العالم إلى مناطق حرارية وأقاليم مناخية. أنا قلت لك خطوط الطول، أنت قلت دوائر العرض، ماشي تمام يا عبد الله. فأهمية دوائر العرض اللي هي موقع شمال وجنوب دائرة الاستواء، تقسيم العالم إلى مناطق إيه؟ إلى مناطق حرارية. خلاص طيب مين يجاوب معايا تاني؟ أروى إسلام، قولي يا أروى. تحديد الموقع شرق وغرب خط جرينتش، تمام وتحديد الزمن وفروق التوقيت بين الأماكن على سطح الأرض. تمام برافو عليك. طيب ندى، تقدري يا ندى تقولي لي ايه الحاجة المشتركة او وجه الشبه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ ندى فتحت لك المايك يا ندى. طيب ادم عطفور، يلا يا ادم. طيب يلا يا رهف، رهف تعمل، أيوة، قولي يا رهف ايه الوجه الشبه اللي ما بين او الحاجه اللي بيشترك فيها خطوط الدوائر؟ نعم، ايه وجه الشبه ما بين خطوط الطول ودوائر العرض؟ الاتنين بيشتركوا في ايه؟ بيحدد الموقع. في تحديد المواقع. برافو عليك يا رب. يبقى انا عندي خطوط الطول ودوائر العرض الاتنين بيشتركوا في ايه؟ عندي في تحديد المواقع بدقة، تحديد المواقع الاتنين بيشتركوا في تحديد المواقع. ازاي بس؟ احنا قلنا فوق، قلنا ان هي الاتنين بيدوني الموقع الايه؟ الاتنين بيدوني الموقع الفلكي. الاثنين بيدوني الايه؟ حاضر يا ليان، الاثنين بيدوني الموقع الفلكي. خلاص، لكن انا عندي خطوط الطول بتحدد لي الموقع دوائر العرض بتحدد لي الموقع شمال وجنوب، الاثنين بيدوني الموقع الفلكي الكامل لايه؟ للمنطقه اللي انا عاوزاها. خلاص كده تمام. طيب الاختلاف ان دوائر العرض بتقسم العالم لمناطق حراريه وأقاليم مناخية، وخطوط الطول بتحدد الزمن وفروق التوقيت بين الأماكن على سطح الإيه؟ على سطح الأرض. تمام؟ طيب يلا بينا كده. يبقى إحنا خدنا إيه النهارده؟ الجزء اللي إحنا أخدناه عبارة عن إيه؟ خدنا مع بعض إن الكرة الأرضية تتكون من يابس وماء. الكرة الأرضية تتكون من يابس وماء. تمام؟ أنا عندي اليابس اللي هو بيتمثل في القارات، والماء بيتمثل في المحيطات. طب انا عندي قارات، القارات 7 قارات، ايه هم يا ليان؟ فتحت لك المايك يا ليان. ليان فتحت لك المايك. لا تمام، قارة آسيا وقارة أوروبا وقارة أمريكا تمام الشمالية وقارة أمريكا الجنوبية وقارة أفريقيا والمحيط المتجمد الجنوبي استراليا، وقارة استراليا تمام. يبقى اسيا وافريقيا واوروبا، امريكا الشماليه وامريكا الجنوبيه، وقاره استراليا، والقاره القطبيه الايه؟ هي اللي هي انتاركتيكا. خلاص يا ريان. طيب اما عندنا كم محيط؟ عندنا 5 محيطات، اخذنا عندنا 5 محيطات، المحيط الهادي، الاطلنطي، الهندي، الجنوبي، والمتجمد الايه؟ والمتجمد الشمالي. تمام كده؟ اخذنا ان موقع مصر فين؟ تقع في الركن الشمالي شرق القاره، افريقيا يحيط بها اليابس من جهتين والماء من جهتين، من جهه الشمال البحر المتوسط، ومن الشرق البحر الاحمر، يحيط بها اليابس من الغرب والايه؟ الغرب والجنوب. تعد قلب الوطن العربي اللي بيمتد بين قاره اسيا وايه؟
وافريقيا. طب ايه هي اهميه موقع مصر يا اولاد؟ قلنا ساعد موقعها الجغرافي على تسهيل الاتصال بجيرانها تجاريا وحضاريا، وكانت مركز تجاري ومعبر للتجاره الدوليه بين الشرق والايه؟ والغرب. طيب قلنا ان نهر النيل اهميته ايه؟ ان مصر القديم كان عايش على ضفافه وتعلم الزراعه، وبعد كده استخدمه كطريق للتجاره بين شمال مصر وجنوبها وما بين مصر ودول وسط ايه؟ ودول وسط افريقيا، وده ساعد على قيام الحضاره المصريه القديمه واستمرار الاقتصاد الايه؟ مصر. طب شوفوا قناه السويس، كانت مصر رمز، مصر مركز تجاري بين قاره اسيا وقاره اوروبا غربا، وكانت السفن في الوادي ده تقطع طريق راس الرجاء لايه؟ الصالح حول ايه؟ حول قاره افريقيا. طيب اهميه قناه السويس الجديده، في 2 ايام معايا وفي لين كمان، يلا يا لين كده قولي يا لين، قناه السويس الجديده اهميتها ايه؟ قناة السويس الجديدة أهميتها إيه ليه؟ أهميتها إن هي ساعدت على الزراعة. قناة السويس؟ لا إحنا قلنا قناة السويس الجديدة قلنا إيه؟ حفر تم بعد حفرها زادت أهمية موقع مصر، وده ساعد على تقليل زمن مرور السفينة واستيعاب سفن أكبر حجما وحمولة والسماح بمرور السفن في الايه؟ في الاتجاهين. خلاص كده؟ بعد كده قلنا خطوط الطول ودوائر العرض، الفرق ما بينهم او الاثنين مع بعض يدون خطوط الطول ودوائر العرض اللي هو الموقع الفلكي. خطوط الطول دي انصاف دوائر بتبدا من القطب الشمالي للقطب الجنوبي. دوائر العرض دوائر كامله وهميه بتحيط بالكره الايه؟ الارضيه. انا عندي كم خط طول؟ عندي 180 360 خط طول، 180 في الشرق و180 في الغرب، ما بينهم خط جرينتش درجته صفر. عندي كام دايرة عرض؟ عندي 180 دايرة عرض، 90 درجة، 90 دايرة عرض في الشمال و90 دايرة عرض في الجنوب، وما بينهم دائرة الاستواء ودرجتها صفر. خلاص كده؟ طبعا ده جزء من المراجعة اللي فاتت، ان شاء الله باذن الله مجرد ما نبدا هنبدا مع بعض المنهج بتاعنا وناخد برضه مراجعه على الايه؟ على الجزء اللي احنا قلناه. خلاص نشوفك على خير ان شاء الله يا اولاد، في رعايه الله، مع السلامه.